مساء لكل المتابعين. المتحف القومي للحضارة المصرية أحدث المتاحف المصرية العالمية اللي تم افتتاحها قريبا جدا، واللي بتحوي كوليكشن جميل من الآثار المصرية اللي بتنتمي لفترات تاريخية مصرية مختلفة. وطبعا أجمل ما فيها هي قاعة المومياوات المصرية. خلينا نخش جوه. ده موكب المومياوات الملكية، وكان العرض الرائع المصري الجميل العالمي للمومياوات الملكية اللي كان يعني فخر لكل مصري ومصرية. ودي قاعة العرض الرئيسية. من جمال المتحف ان هو قاعة العرض الرئيسية بتحتوي يعني آثار بتنتمي لفترات مختلفة من تاريخ مصر المجيد الممتد العظيم، من تاريخ مصر القديم مرورا بالجريك رومان والاسلاميك والكوبتيك، وبرضو تاريخ مصر الحديث. قاعة عرض ولا اروع ولا اجمل من كده. وطبعا يعني قاعة المومياوات الجميلة. قاعة العرض الرئيسية حقيقي فيها يعني قطع جميلة جدا من الفترة الحديثة مرورا بالفترة الإسلامية والجريك رومان ومصر القديمة. يعني حقيقة قطع جميلة جدا جدا، وقطع ملكية. حتى يعني الأمثلة اللي موجودة، لو هناخد كده جولة، خلونا بس نعدل الكاميرا أو نقلب الكاميرا. شوفوا الجمال. الحاجات الإسلامية الجميلة، الحاجات القبطية الجميلة والإبري الجميل ده والسجادة الجميلة دي بتعود للعصر العثماني، والمحمل اللي هناك والمنبر الجميل. وبرضو تماثيل لحكام فيديو اسماعيل، طبعا طبعا اللي افتتح قناة السويس وليه اعمال جليلة كتير، محمد علي مؤسس الدولة، والملك فؤاد ابو الملك فاروق وابن الخديوي اسماعيل. يعني حقيقة هو متحف رائع جدا جدا جدا. الجو الجميل، يعني جو سياحي جميل وجو ودود. انا بقول لأي حد عايز يقضي وقت يعني في قاعة جميلة فيها تنوع من الآثار اللي بتنتمي للفترات المختلفة اللي معروضة بشكل ذكي وشيق وجميل، يعني يجي متحف الحضارة. والله فكرة التنوع، انك انت يعني بارتيشن تخلصه تروح بارتيشن تاني كلهم جنب بعض، وتنتقل من فترة لفترة بأسلوب رشيق جميل. يعني حقيقة حاجة جميلة وعظيمة جدا جدا جدا. وبرضو الإضاءة جميلة، والعرض المتحفي على أروع ما يكون، وبيصاحبه موسيقى هادية يعني بتضفي جو من البهجة والإحساس بالراحة والجمال على زائري وقاطني هذا المتحف الجميل. شوفوا يا جماعة، احنا دلوقتي على بداية القاعات، قاعة المومياوات، لعرض المومياوات. شوفوا الشغل جميل ازاي، حاجة جميلة. خلوني بس اعدل الصورة. شوفوا جمال العرض، حقيقة حاجة جميلة جدا جدا جدا. بس مش عايز اطول عشان حقوق ممكن الميوزك دي ليها حقوق، فنكتفي بهذا القدر. في نهاية جولتنا النهاردة اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها. يعني هي بضع دقائق عن كل مكان، حاولت ان انا اقدم معلومة بسيطة كده وجميلة ورشيقة. شكرا لكم.
وأشوفكم على خير في فيديو تاني قريب إن شاء الله. شكرا.